احنا اقتبسينا من بعد زيارتي حق الصين ومقابلتي مع المختصين انبثق اللي هو تصريح الحجام الشعبي من هنا طلعت الفكرة. طبعا الهيئة تبنت هاي الفكرة اللي انطرحت على معالي فريق الشيخ محمد بن عبد الله دكتورة مريم الجلاهمة، وخذينا جزء من يعني الاختصاصات على أساس أنه يصير مساحة حق الحجام الشعبي اللي عندنا بالبحرين. طبعا ما عندنا حجام الشعبية، عندنا الحجام الطبية، عندنا اللي هو الحجام الراطبة اللي يستخرج فيها الدم. هذه بعض من التخصصات اللي موجودة في علاج بالأعشاب، لحين ما عندنا الدكتور المختص اللي يعالج بالأعشاب. الطب الصيني عنده علاجاته بالأعشاب. احنا طبعا اشترطنا عليهم احنا هني في البحرين ان العلاج الطب الصيني يتداخل فيه علاجات بالأشياء الحيوانية، يعني يستخدمون أشياء يعني احنا ما نقدر نستخدمها. هذه واحدة من الأشياء الشروط على أساس ان المواد اللي يعني تستورد كعلاج انها تكون جاهزة من المصانع، ان ما يكون فيها هذه المواد، لان تدخل احنا عندنا في البحرين اكثر من 99 صنف من الأدوية مرخصة وتستخدم وموجودة في البحرين. يعني الهيئة لها دور في الترخيص الشخص نفسه الأجهزة وبالأعشاب اللي هو يجيبها. في أعشاب جاف يعني صحيح، وفي أعشاب مصنعة من المصنع. طب البديل عندنا في البحرين أقروه الوزارات الصحة من سنة 2001، لكن التطبيق صار في 2016. أخص الله يسلمك من بعد إصدار القرار 33 ل 2016 في 8 ديسمبر من 2016 تم إصدار هذه القرار، وطبعاً 13 تخصص تم يعني انتقائهم بحذر وبعناية، كوني ممثل مملكة البحرين في دول المجلس اللي خاص حق الطب البديل. طبعاً البحرين صارت هي أول دولة خليجية اعتمدت 13 تخصص معتمد ويتم مزاولته في البحرين.